حبايبي طلاب جريد 3، والله العظيم وحشتوني جدا جدا جدا. يلا نبتدي. احنا كنا في الفيديو اللي فات او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجة اسمها line plot. النهاردة برضو هنكمل اللاين بلوت ديت. النهارده هنكمل او هناخد الجزء الاخير في اللاين بلوت. وما تنساش تحمل الشيت اللي احنا بنحله ده، هتلاقي الرابط التحميل بتاعه في وصف الفيديو. تعال كده نقرا النهارده هناخد صفحتين ومهمين جدا، وده يعتبر الفكره الاخيره في درس اللاين بلوت. تعال كده نبدا نقرا حاجه بحاجه كده وبالراحه خالص. هنا بيقول جون ولد اسمه جون، High school students يعني هو طالب في الثانوي، في المدرسة الثانوية. Is a voracious reader. Voracious reader يعني هو بيحب القراية جدا 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 جدا. And his favorite genre is a science fiction. وأكتر كتب بيحب يقرأها هي الكتب العلمية. تعال كده نقرأ من تاني. John, a high school student يعني هو في المدرسة الثانوية. Is a voracious reader. بيحب القراية جدا جدا. And his favorite genre is a science fiction. والقسم اللي هو بيحبه أو أحسن نوع من أنواع الكتب اللي بيحب يقرأها هي الكتب العلمية اللي بتتكتب اللي بتتكلم عن العلوم زي الفضاء والفلك والأحياء والكلام ده كله. طيب يبقى هنا من غير ما أعرف بقى أنا عرفت اللاين بلوت بتتكلم عن إيه. هنا بيقول لي science fiction books يعني قسم الكتب العلمية. هي طبعا احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا بنعمل عبارة عن الاكس اكسس كده او اكسس، تمام. هنا بيقول لي جايب لي هنا كي، ركز بقى في الحتة اللي جاية ديت لانها هي النهاردة الحتة الجديدة. الكي ده بيقول لي ان ال HX equal 3 بوكس، يعني كل اكس من دولت ب 3، كل اكس من دولت ب 3 بوكس. هنا انا عندي اللاين بلوت هنا بيقول لي هنا في جنوري مانث قرأ الاكس اكسس ديت الاكسس ديت، وفبروري قرأ الاكسس ديت، والمارش اكسس ديت، وهكذا. طبعا احنا قلنا ان اتش اكس بي 3 بوكس، يعني هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3. طب لما نيجي بقى نعمل كاونت الاكسس ديت، هنا 3 + 3 + 3 + 3 يبقى الاثنين دول كده ب 6، ودول برضو ب 6، يبقى 6 + 6 = 6 + 6 = ها يلا انا عايزك انت اللي تقول 6 + 6 هتبقى equals 6 in my mind و 6 in my finger، يعني 6 في مخنا و 6 على ايديا، هيطلع لك في الاخر كام؟ 12. طب هنا 3 وبرضو هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3. احنا زي قلنا طبعا 2 3 دي ب 6، يبقى دولت كده شوف اشطب عليهم كده واقوم كاتب 6. ال 2 دولت ب 6 وال 2 دولت برضه ب 6. احنا قلنا لسه قايلين من شويه 6 بلس 6 اللي في القديمه ديت اللي جنبيها 6 بلس 6 ايكوالز 12. على طول كده خلاص بقى ما ننساهاش. طب هنا 12 بلس 6 ها 12 in my mind 6 in my finger after 12 13 14 15 16 17 18. يبقى الريزلت هنا هيكون 18. طب مارش برضو دولت ب 6 ودولت ب 6، وقلنا طبعا دي ب 3. 6 plus 6 equals 12 خلاص بقى حفظناها. 12 plus 3 in my mind 3 in my finger after 12 ها 13 14 15. يبقى هنا نكتب كام؟ 15. طب هنا ابريل طبعا هنا بص هنا دي ب 6، شوف انا باخد اتنين دولت ببعض كده 2 اكسس كده ب 6 و 2 اكسس دول برضه ب 6 وهنا برضه ب 6. احنا لسه قايلين من شويه 6 بلس 6 بلس 6 اهيت زي اللي جنبها ديت ايكوالز كام؟ 18. دي ابريل احنا شطبنا على اسم الشهر هنا 18. طب الماي هنا 6 وهنا 6 6 بلس 6 خلاص بقى حفظناها 12 ها لسه قايلها من شويه بس يلا عدها من تاني انت 12 in my mind و 3 in my finger هيبقى equals 15. طب هنا برضه شوف
يعني كده 6 وهنا برضو 6 6 بلس 6 بلس 3 زي اللي جنبها بالظبط برضو 15. طب جولاي هنا 6 زيها برضو حتى هنا قدها بالظبط كده برضو 15 تمام. طب دي 6 وال 2 اكس دي ب 6 كمان ال 2 اكس دي برضو بايه؟ ب 6. يبقى 6 بلس 6 بلس 6 ها ايكوالز كام؟ يبقى 6 بلس 6 ايكوالز 12. 12 بلس 6 ايكوالز 18. على فكره احنا غلطنا في ديت ليه؟ لان انا ما كنتش شايف الاكس ديت. احنا قلنا هنا دولت كلهم ب 18 لسه في هنا 3. لسه في هنا كام؟ 3. هتبقى 18 بلس 3 هيبقى ايكوالز 21. ايكوالز كام؟ 21 عشان انا ما شفتهاش. يبقى كده انا خلصت الكاونت بتاعتي. تعالى بقى نقرا الايه؟ الكوتشنز دي. بيقول لي هاو ميني، هاو ميني يعني كم عدد؟ وما دام قال لي هاو ميني يبقى الريزلت هنا هيكون نمبر. هاو ميني ساينس فيكشن يعني عدد الكتب العلميه اللي قراها دي جون ريد ان اوجست. ان اوجست عدد الكتب اللي قراها جون في اوجست. تعالى كده نشوف اوجست. اوجست هتبقى 18. طيب اللي بعديه in which months. in which months يعني في اي شهر did John read the maximum number of books. maximum number، maximum number يعني اكبر عدد من الكتب قراها في شهر ايه. in which months في شهر ايه. يبقى نشوف هنا اكبر number، اكبر number هنا مين؟ 21. طب هل يا ترى هكتب هنا هنا هكتب هنا 21؟ لا طبعا مش هكتب 21. ليه؟ لأن قال لي هنا in which months. أنا عايز ال months، يبقى أنا هكتب بقى ال months اللي هو مين؟ أبريل. فعشان كده هكتب أبريل. طيب هنا شوف بيقول لي هنا إيه؟ how many. وما دام قال لي how many يبقى الريزلت هنا أو الأنسر هنا هيكون number. how many books did John read؟ جون قرأها in the months of June. عدد الكتب اللي قرأها جون في في جون في شهر ايه؟ جون. تعالى كده نشوف جون كام؟ طلعنا احنا 15. How many books؟ How many books did جون read all together؟ يعني كم عدد الكتب اللي قرأها جون؟ all together في، يبقى هنا ما دام قال together يبقى هنا في بلس. ما بين مين؟ February and July. February and July. February and July. February اللي هو كام؟ 18. هعملها كده بلس جولاي 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 اهيت كام؟ 15. هنا هنعمل الاديشن بتاعتي 8 بلس 5. 8 بلس 5 8 in my mind 3 in my finger. After 8 9 10 11 12 13. 3 and carry up 1. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 1 equals 3. عشان كده هنا هكتب 33. In which months in which months did John read the least number least number of science fiction books. least number يعني اقل عدد. least هنا يعني اقل عدد. هنا least يعني اقل عدد. قال هنا in which months. هشوف هنا اقل عدد. اقل عدد هنا مين 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 12 least number. طبعا هكتب 12؟ لا، لان قال لي هنا in which months. قال لي هنا ايه؟ in which months. المانث اللي هو مين؟ جنواري او جانوري. دانيال ولد اسمه دانيال the manager of lava bakery يعني هو المدير بتاع مخبز. collected data on the sale of cookies عمل داتا او جمع هو باع قد ايه في الكوكيز بالذات بيبيع كوكيز قد ايه. made in week في الاسبوع. مع العلم ان جاب هنا الاكس هنا before cookies. الفور الاكس هنا before cookies. طبعا احنا عارفين الكوكيز. هنعد هنا بقول لي هنا Monday. Monday هنعد هنا الايه؟ الكوكيز. هنا طبعا هنا 4 وهنا 4 وهنا 4. على فكره هنا في غلطه. هنا في اكس كمان وهنا في اكس وهنا في اكس. 4 plus 4 هناخد واحدة بقى. 4 plus 4 هيبقى equals 4 plus 4 equals 8. 8 plus 4 8 plus 4
ها 8 plus 4 equals 12. 8 plus 4 equals 12. يبقى هنا هتبقى 12. يبقى هنا برضو 4 و 4 و 4 زيها بالظبط كده، هيبقى برضو equals 12. وهنا برضو 4 plus 4 plus 4 برضو equals 12. طيب هنا بيقول لي ده 4 plus 4 هنا 2x. 4 plus 4 equals ها 8. ودي x واحدة هتبقى كام؟ 4. الـ x الواحدة 4. وهنا برضو 4 plus 4 equals 8. وهنا 4 plus 4 equals 8. 8 plus 8. 8 plus 8. 8 in my mind. 8 on my finger. After 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. طيب هنا برضو دي كده 8. قلنا بقى ان 2 او 2 اكسس ب 8. وهنا برضو 8. وهنا برضو 8. احنا لسه قايلين من شويه 8 بلس 8 زي اللي جنبها ايكوالز 16. 16 دي كلها على بعضها ب 16، وفي هنا كمان 8. 16 بلس 8. 16 بلس 8. 16 in my mind. 8 on my finger. After 16 هنعد على صوابعنا لحد ما نوصل لحد 24. طيب هنا بيقول لي how many cookies were sold on Monday؟ how many يعني كم عدد الكوكيز were sold اللي اتباعت on Monday؟ اشوف هنا الماندي 12، هكتب هنا 12. طيب هنا بيقول لي in which day؟ in which day did Lava Bakery record the lowest sale of cookies؟ Lava باعت lowest، لسه قلنا من شويه، اقل المبيعات من الكوكيز، اقل يوم باع فيه كوكيز، ده معنى الكلام in which day، اقل يوم باع فيه كوكيز. هنشوف كده lowest number. lowest number يعني اصغر نكر، اصغر نمبر اللي هو مين؟ الفور. فعشان كده هنكتب هنا مين؟ قال لي هنا which day، فنكتب هنا Friday. How many cookies، كم عدد الكوكيز، were sold on Wednesday، عدد الكوكيز اللي اتباعت في يوم ال Wednesday هيبقى كام؟ هنا قال لي how many، فعشان كده هكتب number اللي هو 12. طيب هنا بيقول لي in which day did Lava Bakery record the maximum sale of cookies؟ maximum احنا لسه قايلينها في الصفحة اللي فاتت، الماكسيمم يعني أعلى رقم أو أكبر رقم. قال لي هنا which day، هنا 24، هكتب 24 ولا Sunday؟ قال لي هنا which day، عشان كده هكتب هنا Sunday.